المزيد من التوضيح سنجيب على بعض الأسئلة. ما الذي أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث النبوي الذي سبق وتعرفنا عليه؟ ممتاز، رؤيته صلى الله عليه وسلم لنخامة في قبلة المسجد. هل وجود تلك النخامة في المسجد أمر عادي؟ جيد، بالطبع لا، لأن المسجد مكان للقاء العبد بربه، وهو مخصص لعبادة الله وشكره وتوحيده. ممتاز، ما هو الأدب الذي يعلمنا الحديث النبوي الشريف؟ جيد، إذن وجوب المحافظة على نظافة المسجد مراعاة لشعور الآخرين. أذكر بعض الآداب التي يجب الالتزام بها في المسجد وسبق لكم التعرف عليها. أحسنتم، من بينها تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج من المسجد، عدم تخطي رقاب المصلين، وأيضا صلاة ركعتين تحية للمسجد، التزام الهدوء، وغيرها من الآداب التي يجب على المصلي الالتزام بها عند دخوله للمسجد. من خلال إجابتنا على الأسئلة توصلنا إلى أن المساجد بيوت الله وأشرف الأماكن في الأرض، وللمساجد آداب يجب الالتزام بها. من بينها نذكر على سبيل المثال الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى، وأيضا الاعتناء بنظافة المسجد ومحيطه، بالإضافة إلى صلاة ركعتين تحية للمسجد، وأيضا تجنب تخطي الرقاب، بالإضافة إلى إطفاء الهاتف المحمول، وهناك أيضا آداب أخرى غيرها. إذن انتهت حصتنا لليوم، أشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.